فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. طالوت ملك من ملوك بني إسرائيل وقائد من قوادهم، لما أخذ التابوت الذي فيه سكينة من الله وبقية من آل موسى وهارون من أيديهم وأصابهم الهوان، طلبوا من نبيهم تعيين ملك يقودهم للقتال، فاختار الله لهم طالوت، وإن كان رجلا فقيرا لكنه يمتاز بصفات القيادة والملك، وهي العلم والقوة، وجعل علامة صحة ملكه أن يأتيهم التابوت دون قتال. أما جالوت فهو قائد الكفار الذين هزمهم طالوت وجنوده، وكان قتله على يد نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.